إن مجموعات العمل الخاصة هي تقوم على المناصرة وعلى التنمية وعلى التقييمات، وأما القوات الخاصة بالمهام أو التي تكون على أرض الواقع، هناك عمل الأطفال، وأيضا بعض كلهم، وأيضا الأطفال الذين فقدوا أهاليهم. إذا هناك مجموعة كبيرة من المجموعات التي تعمل مع التحالف. لنبدأ بهذا، طبعا هناك الكثير من المداخلات التي سوف تكون من المتحدثين. الآن أعطي الكلمة لميشيل. سوف أحاول أن أكون على الوقت. إذا حضرتم المؤتمر السنوي في السنة الماضية، ولقد أظن أنكم عرفتم على إطار العمل الرئيسي للوقاية. هذا الإطار يهدف أن يعطيهم بعض الأعمال الأساسية لكي يحاولوا الوقاية الأطفال من أي ضرر. لأذكركم أكثر، من السنة الماضية نحن ننظر إلى الوقاية على المستوى الرئيسي، ومنع ودرء الضرر عن الأطفال، وهذا يستهدف الأطفال الذين هم على مخاطر كبيرة، وأولئك الذين تعرضوا لضرر أو لأي أذى. وهنا إذا نرى المثلث من الأعلى إلى الأسفل، بعد ذلك الشريحة بعد. إن إطار العمل للوقاية هو يعمل على إدارة دائرة البرنامج. هناك بعض الخطوات التي يجب أن نأخذها بعناية، أن نكون على استعداد، وأيضا على التقييم والتعليم. هنا ليس لدينا دليل خاص، ولكن إنما هو كيف يمكن أن تأخذ منهج وقائي لكي تحاول أن تحمي الأطفال. كل خطوة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في الإعداد. المصادر أيضا مهمة، وهناك مبادئ ثمانية لهذا الإطار الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. هناك منهج متكامل من السياق إلى غيره. كل هذه المبادئ الأساسية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في كل خطوة نقوم بها في هذا الإطار. لهذا، وهذه المصادر موجودة باللغة العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية. وبالإضافة إلى إطار العمل الوقائي، نحن قمنا بتطوير برنامج وقائي، ونحن نقوم بتقييم هذه البرامج، وطورنا أيضا لمجموعات العمل. نطور مجموعات العمل. كان لدينا أيضا مجموعة تعليمية للبدء الخاص للعاملين، وهي تساعد المتعلمين أن يأخذوا المعلومات ويعززوا فهمهم للمبدأ المبادئ الرئيسية للوقاية أو الوقاية الرئاسية. كل هذه التعليمات موجودة بالدليل. سوف أقوم بخاصية الدردشة بأن تأخذوا المعلومات اللازمة، وهي موجودة سوف لمجموعات العمل عن طريق إلينا أو كيتي.
إذن هذا الإطار العمل الرئيسي للوقاية. إذا قمتم بالمشاركة غدا سوف نخبركم بأخبار جديدة ومثيرة للاهتمام. شكرا جزيلا لك. إذا لم تأخذوا أو لم تشاهدوا الرابط الخاص بمجموعة التعليمية الابتدائية أو سوف نقدمها، قوموا بإخباري وسوف وأيضا نقوم الآن. أنا سعيدة بأن أكون معكم بهذه الجلسة. في الأربع دقائق المتاحة لي أود أن أسلط الضوء على بحث قمنا به وهو تمويل حماية الأطفال في العمل الإنساني. نحن نعلم بأن حماية الأطفال ممولة بشكل ضعيف وهناك الكثير من المشاكل في التمويل، وسوف نحن كقطاع سوف أشرح ما قمنا به وما عملنا به مع المانحين والحكومات لزيادة هذا التمويل، وخاصة أن التأثير على الأطفال. نحن نعرف بأن من عام 2021 و2022 كانت التمويل ضئيل جدا لأحتياج، وخصوصا أن الأزمات المناخية تؤثر بشكل كبير على الأطفال والنزوح والفقر والأزمات. ونحن سعداء بأننا نعيد التكرير والتأكيد على أهمية هذه الوقت. إذن الجزء الأول هو يغطي ما هي الأدلة الموجودة في التمويل الخاص بحماية الأطفال من خلال البرامج الموجودة Save the Children والألاينس والمفوضية السامية للاجئين وكل القطاعات الخاصة بحماية الأطفال. كل من قد قاموا بجمع البيانات وتحليل الميول. أما الجزء الثاني ينظر إلى كيف يمكن التطرق لموضوع التمويل وحماية الأطفال حول موضوع المحلية، وأيضا وجود القطاعات المختلفة تتعاون مع بعضها البعض، وأيضا نعكس كيف يمكن أن نستهدف الفئات المحتاجة لهذا التمويل. ماذا يقول لنا التقرير؟ التقرير هناك شيء. أولا بشكل إيجابي نرى أن مستويات التمويل قد ارتفعت بشكل كبير بعد 3 سنوات من المناصرة والدعم، ونرى أيضا هناك أيضا تحسن في جمع البيانات لكي يكون لدينا صورة واضحة عن هذه الحالة. ولكن النتيجة الأساسية التي وصلنا إليها بحلول عام 2022 هناك أيضا فوهة وفجوة كبيرة بين احتياجات الأطفال ومستوى التمويل المتاح. إذن نعم لقد كان هناك رفع في مستوى التمويل، ولكن هذا لا يتوافى مع احتياجات الأطفال وحماية الأطفال. ماذا سيحدث؟ نحن سوف نقوم هناك 6 أمور يجب أن تتطرق إليها، وهي خطة عمل نحن يجب علينا أن نقوم به إلى كقطاع إنساني، وأيضاً للمانحين، وأيضاً للتمويل لحماية. إذن أرجو منكم أن تطلعوا إلى التقرير، وإذا كان لديكم أي أسئلة يرجى طرحها الآن. أعطي الكلمة لإلنا. الآن أعطي الكلمة لمجموعة العمل الخاصة بالتعليم. شكراً إلنا. إذن لدينا
من مجموعة عمل التعليم. هناك شيئين، هناك المجموعة التعليمية للبدء الخاص للعاملين في الواجهة، وهي سوف تقوم وتكون وتستبدل المجموعة السابقة أو التي تم وضعها في عام 2014. سوف نأخذ الآن أعضاء جديدة ونطلع إلى الأزمات الجديدة، وأن يكون كل العاملين على دراية بموضوع حماية الأطفال. إنه تم تصميمه لكي يكون هناك عن طريق ثلاثة نماذج، عن أن يكون تسليمه عن طريق مباشرة. هناك مجموعة خاصة بهذا الموضوع وجها لوجه، وخاصة إذا كان هذا مناسب أكثر، مناسب للفريق، أو أن يتم تسليم المجموعة عن طريق من بعد، وهي موجودة باللغة الفرنسية، الإسبانية، العربية والبولندية أيضا. وأيضا هناك حماية الطفل في العمل الإنساني الخاصة بالمصادر التعليمية، والتي هي موجودة كخارطة. نحن قد شملنا كثير من المصادر والكورسات عن طريق الإنترنت، وأيضا التعليم، ونسهل التعليم إن كان هذا التعليم وجها لوجه أو عن طريق الإنترنت. هناك بعض الكورسات عن طريق الإنترنت عن بعد إذا كان، وهناك أيضا كورسات عن طريق الإنترنت التي هي متاحة لجمهور كبير. كل هذا موجود في خطة أو الخارطة الموجودة هنا. هناك ثلاث طرق نراها مفيدة. أولاً، تساعد على فهم أحسن لما هو موجود لدينا وما هو موجود لدينا من مواد تعليمية، وتعطيها دليل لكيفية الاستثمار، وتساعد أيضاً لمناصرة التعليم، ويكون لدينا صورة أفضل لما هو موجود وما هو من ما هو موجود لدينا وما هو يجب ترجمته أو تحديثه. إذن هو موجود عن طريق موقع الألاينس، وإذا أردتم أن تستخدموه أو أردتم أن تطوروا أحد المواد التعليمية يجب أن تقولوا لنا. شكرا. شكرا كيثي. الآن سوف نسمع قد ذهبت إلى أوكرانيا. هناك فيديو لنتحدث عن التدريب أو مجموعة أدوات التدريب. هم جيراننا، هم المترجم، هو الدليل. هم يعرفون عندما نواجه المشاكل، وهم أول من يقوم بالاستجابة، يفتحون الأبواب لنا، وهم معنا من كل الجهات، وهم مثمنين ونقدر جهودهم في مجتمعاتنا. يفهموننا ويقومون بوضع المشورة والنصيحة، ويشجعوننا ويأخذون المخاطر، يفهموننا ويترجموا مشاكلنا، يحلوا مشاكلنا، يسمعوننا بسرية وبثقة، يكون يساعدوننا لأن نكون بأمان، ويحمونا ويهتمون بها ويثمنوننا ويقدروننا. هذه السنة إن
المتطوعين هم أول ومن يقومون ويعملون على الخطوط الأمامية لحماية الأطفال. نعرف بأن المتطوعين هم أهم من يقومون بحماية الأطفال وبعملهم، يعملون مع المؤسسات والمنظمات، ولا نستطيع القيام بالعمل بدونهم. ولكن نعرف بأن المسؤوليات ومسؤوليات المنوطة تحت التطوع ليست واضحة بشكل كبير، ونحن نعلم بأن التطوع يعملون لساعات طويلة ولفترات طويلة دون تحديد، وهذا وضع معقد. لكي نقوم بالتطرق إلى هذا التعقيد، نحن بالتحالف لقد قمنا ببعض المصادر. هذه المصادر هي المجموعة وأدوات الأدوات التعليمية الخاصة بالمتطوعين الذين يعملون بحماية الأطفال في المجتمعات، ويعطيها بعد التوجيه للمنظمات التي تعمل مع المتطوعين. خلال هذه مجموعة الأدوات هناك بعض المعايير لمسؤوليات ومهام المتطوعين. إذن هو مثلا عامل القضية، أو العامل هو فقط دور يجب أن يعطى لشخص يدفع له راتب. أما المتطوعين المجتمعيين، قد يكون هناك مترجم مثلا يترجم للعامل الخاص، ويجب أن نكون واضحين بالساعات العمل وما هو عدد الساعات التي يمكن أن يقوم بها. أيضا وماذا يمكن أن نقوم به لإعطاء الحماية لهؤلاء المتطوعين. من خلال الأدوات، هناك بعض الأدوات العملية التي يمكن أن نستخدمها، والتي يمكن تكييفها بحسب السياق لكي تكون فاعلة، ويمكن استخدامها الآن. إذن هو توصيف لعمل المتطوعين، أيضا سلوك العمل، أيضا الحماية، وأيضا كيفية اختيار المتطوعين، وأيضا اللائحة الخاصة بالميزانية. أيضا من خلال دليل التدريب، الجزء الأول يركز على أن نفهم مجتمع المتطوعين، وأن يكون هناك أيضا قواعد وأصول لموضوع حماية الأطفال. وأيضا لدينا دليل حول الاهتمام بهم والاهتمام بصحتهم، وأيضا كيف يمكن أيضا أن نقوم بإدارة مختلف الأمور الموجودة في المجتمعات. نود أيضا للمتطوعين أن يجتمعوا مع بعضهم البعض ويتواصلوا ليعرفوا أفضل الممارسات. هذه المصادر موجودة على الموقع الألاينس باللغات الإسبانية والعربية، عفوا باللغة الإنجليزية والفرنسية، وسوف تكون متاحة لاحقا باللغة العربية والإسبانية في الشهر المقبل. إذن هناك نأمل بالتمويل من المانحين لكي نقوم بنشر هذه الأدوات، لكي يكون هناك أيضا تدريب، ونحاول أن نقوم بتدريبكم على هذه الدلائل وهذه الأدوات، ولأي تكون تستطيعون أيضا أنتم أن تقوموا بالتدريب على المستوى الوطني والمحلي. وأشكركم جزيل الشكر لكونكم معنا اليوم. شكرا لكولين لأنها لم تستطع أن تشاركنا اليوم معنا. والآن
جوانا أعطي الكلمة لك. شكرا لكم. إذن إن كان لدينا بعض المصادر التي كانت موجودة وخصوصا للأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة. إن الأدوات مجموعة الأدوات التي موجودة التي قمنا بها للبرنامج الخاص بالأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة وهي موجودة باللغات الأربعة. إن هذه الأدوات مجموعة الأدوات هناك دليل للممارسين على أرض الواقع وعلى الحقول. وهذه الأدوات قد تم أن تجربها في أربعة أفغانستان وفي العراق وفي دول أربعة، وكنا قمنا بتحليل نوعي وكمي للممارسين وقمنا بالدعم الفني. السياق والتحليل السياقي قمنا بأيضا تقييم المخاطر لكل، وقمنا بأيضا تحليل للأطراف المعنية وللأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة. من خلال تحليل السياق من المهم جدا أن نقوم بها لأنه يسمح للممارسين أن يكون لديهم فهم للسياق لكي يعرفوا أيضا ما هو موجود على أرض الواقع، لكي يعرفوا أيضا ما هي التحديات التي يواجهها الأطفال عندما يحاولون الاندماج والرجوع إلى المجتمعات. كان هناك ثلاث بلدان، موزمبيق وكولومبيا ونيجيريا، التي كانت من الدول التي تم اختيارها لنقوم بتجريب البروتوكول الخاص بدليل التشغيلي. هناك كان أيضا دعم فني في سوف يكون هناك في عام 2023 إطار عمل خاص لكي نعرف كيف كان هو العمل بالبروتوكول أما المصدر الآخر هو الدليل التشغيلي للبروتوكول. هذا الدليل هو موجود وقد في مارس، تم إصداره في مارس عام 2022، وهو يساعد وهو دليل عملي للممارسين لكي يقوموا بأي تنفيذ البروتوكول. أيضا يعطي معلومات لأي مفاوضات قديمة أو مستمرة وكيف يمكن أن نأخذ العمليات والمضي قدما بها، أيها تساعد على دعم العاملين في حماية الأطفال لكي يكون هناك لهم القدرة على كيفية تنفيذ البروتوكول على أرض الواقع، وأيضا يعزز ويناصر أولئك الأطفال الذين تعرضوا للاضطهاد ويدعم أيضا يدعم تنفيذ الاتفاقات والإقرارات الموجودة. شكرا جزيلا لك لكي لسماع. الآن فريق العمل الخاص بعمالة الأطفال. إن فريق العمل الخاص بعمالة الأطفال نحن نقوم لدينا النسخة الخاصة بمنطقة الميناء وهي أيضا موجودة على موقع الألاينس و ال
accessed as well as the link that I have shared. So again, both of these resources are available and can be seen from the Child Labour Task Force page. كل هذه الموارد موجودة. إذن أشجعكم أحثكم على الاطلاع عليها. الحالات كما أننا نحاول أن نعمم حقائب أخرى ورزومات أخرى لدعم الأطراف. فسأختصر وبالتالي أنتهي هنا. شكرا. كنت أعلم أنك ستتحدث بهذا الشكل. دائما ما أتوقع منك أن تلتزم بالتوقيت المحدد. إذن كل هذه الموارد التي تم مشاركتها أنا فهمت الكثير، ولكن كانت هذه فرصة لاستعراض الجهود التي بذلت على مستوى التحالف. كل شيء موجود على الموقع، وإذا لم تجدوا شيء يمكنكم أن تتواصلوا معنا وتطرحوا الأسئلة. أولا اسمحوا لي بأن أتوجه بالشكر إلى المتحدثين، كنتم رائعون، شكرا جزيلا. نرحب ببقائكم، وإلا يمكننا أن نقدم المتحدثين التاليين للجلسة التالية. قبل أن ننتقل إلى ذلك أريد منكم وأشجعكم، أرجوكم تمددوا استريحوا بأي شكل تريدون. أنتم بحاجة إلى الحركة كي تستطيعوا أو كي تواصلوا الانتباه. إذن اجعلوا الدم يتدفق كي تستطيعوا التركيز، لأن الحديث هو فرصة من أجل اللقاء، لقاء فريق الألاينس التحالف والتواصل معنا. خاصة هذه الجلسة تركز على برامج الاندماج، وسنسمع من بعض الزملاء المشاركون معنا اليوم. قبل أن نغوص في الجلسة، من المفترض أن يكون هناك رابط وسؤال. لماذا تعتقدون أنه من المهم أن نتحدث عن مشاركة العديد من الأطراف في البرامج؟ نحن نريد أن نسمع منكم في بضعة كلمات أو في جملة مثلاً. سنتشارك الرابط لاحقاً، وفي هذا الوقت نطلب من المتحدثين أن يعرفوا عن أنفسهم كي نعرفهم بشكل أفضل. وأترك أو أعطي الكلمة أولاً لكارا. كارا، هل تريدين أن تعرفي عن نفسك؟ شكراً. مرحبا جميعا، اسمي رنكدا جوليوس، وأنا هنا كزميلة لمجموعة عمل ألاينس لحماية الطفل. أنا ألصق مع زميلتي جونا ويدج. أعود إليك إلينا. شكرا. وأعتقد بأن الرابط لم يضع على غرفة الدردشة، لا تقلقوا. الآن نطلب من سيلفيا بأن تقدم نفسها. نعم، شكرا. آمل أن تسمعوني وتروني. سيلفيا أوñate، وأنا من الزملاء في فرقة العمل المختصة في عمالة الأطفال. أنا مع سايمون هيلز، وإنه لمداوعي سروري أن ألتقي بكم. إذن الرابط أصبح في قسم الدردشة، يمكنكم أن تضغطوا على الرابط وتتشاركوا كلمة، بضعة كلمات، جملة. لماذا تعتقدون أن إشراك العديد من الأطراف في البرامج يعد إجراء هام؟ الآن أمانة. إلينا، كيورا everybody. My name is Amanda Brydon. I am. مرحبا، اسمي أماندا برايدن، وأنا رئيسة مجموعة المناصرة
مع إطرباطة وأيضا مع زميل آخر. شكرا أماندا. وأخيرا وليس آخرا ساندرا. مرحبا ساندرا مليون. وأنا أعمل مع بلان انترناشنال كمستشارة كما أنني أحد رئيسين كفارق مع جوانا التي سمعناها قبل قليل. إذن أعتقد أنه حصل خليط بعض الشيء. لنرى لماذا أنتم موجودون كشركة إنتاج. إذن بدأت أرى الإجابات. Will continue to generate itself. In the meantime, الخارطة هي ستملأ نفسها. وفي هذا الوقت أماندا ربما تستطيع أنت أن تتحدثي. نعم أعتقد بالنسبة لي عندما نفكر في أهمية هذا الموضوع نعرف أنه بإمكاننا أو لا يمكننا أن نحقق الحماية للأطفال من خلال قطاع واحد. ونعرف أن تجربة الأطفال هي تجربة متنوعة. نحن كي نضمن حماية الأطفال يجب أن نعمل في قطاعات مختلفة. ونعرف بأن هذا سيأتي بنتائج أفضل للأطفال أيضا. نعم أعتقد بأن هذا إطار واسع. أرى بأن هناك توزيع كبير على الخارطة. يمكنكم أن تروا ذلك. إذن نحن سنسجل على أسئلة المحتملة التي تريدون أن تطرحوها. وأطلب منكم أن تستخدموا غرفة الدردشة بعد قليل. سنعالج نجيب على الأسئلة. إذن اكتبوا الأسئلة. ولا يوجد شيء اسمه سؤال غبي. نحن هنا كي نتواصل معكم ليس فقط كي نسمع أنفسنا ونحن نتكلم. في هذا الوقت أطلب من المتحدثين اليوم بأن يخبرونا بعض الشيء عن نشاطهم. ما الذي حققوه حتى الآن على الصعيد هذه البرامج المتعددة الأطراف؟ سارة هل تريدين أن تبدأي؟ طبعا شكرا جزيلا. عندما نتحدث عن حماية الأطفال نحن نركز على المعايير الحد الأدنى لوضع أولوية على سلامة الأطفال في كافة القطاعات. لدينا العديد من النشاطات المستمرة مثل التعليم، التنمية، وكل هذه المبادرات حتى الآن شهدت مشاركة لأحد اللاعبين الأساسيين. كانت لدينا مشاركة لمنظمات غير حكومية دولية. وأيضا كان هناك تنسيق لمفوضية الأمم المتحدة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ونحن نجري مشاورات مكثفة حيث هناك مشاركة لحوالي 400 جهة من كافة القطاعات والمناطق، منظمات دولية غير حكومية، وكالات أممية وجهات وطنية. وتم إشراك الزملاء من قطاع الصحة والتعليم وغيره. الهدف الأساس للمشاورات كان الاستماع إلى الآخرين الذين يعملون
في بيئات مثل البيئة اللاجئين كي نفهم منهم ما هي العقبات، ما هي الفرص، وما هي الأولويات للعمل الجماعي. والآن بعد مرور بضعة أشهر نقوم بوضع إطار للأطفال، وهذا الإطار يحدد عدد من المجالات الأساسية التي نحتاج إلى التركيز عليها، وذلك كي نحرص التقدم نحو رؤية العمل الإنساني، حيث يتم تأسيس الموضوع، تأسيس العمل الإنساني. والآن هذه المجالات الأساسية التي جرى الاتفاق عليها مع القطاعات الأخرى: بناء اللغة المشتركة، بناء الكفاءات والأدوات والمناصرة الجماعية، والتعليم والتعاون والتنسيق. وأعطيك الكلمة. نعم، رائع، جيد أنك سلطت الضوء على إمكانية المساهمة في كل هذه المجالات. أعتقد أن هذا المهم. كعضو أنت تستطيع أن تشارك في جهود التحالف. سينتيا، هل تريدين أن تجيبي على هذا السؤال حول إنجازات الفريق المختص بالحماية، بحماية الأطفال؟ هل لديك حالات معينة يمكنك أن تتشاركيها معنا؟ أعطيك الكلمة. شكرا لينا. أريد أن أسلط الضوء في البداية على موضوع مهم ذكرته الزميلة، مهم لأن الطبيعة المعقدة لعمارة الأطفال يتطلب التنسيق بين مختلف الأطراف ومختلف القطاعات. إذن الجهات في حماية الأطفال، نحن نلعب دور مركزي، ولكن هناك أيضا لاعبون في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي. الكثير من القطاعات يجب أن تضع أولوية على عمارة الأطفال إذا ما أردنا أن نمنع ونعالج هذا الموضوع. ولهذا السبب أريد أن أسلط الضوء على مثل فريق العمل. نحن قمنا بإنشاء أدوات، قمنا بتحديد أولويات، وهذه الأدوات تتضمن التزاما بمنع عمالة الأطفال. هذا نموذج عن التعاون فيما بين القطاعات، حيث هناك أكثر من 150 شخص بالواقع من 38 وكالة من قطاعات مختلفة من حول العالم، وهؤلاء ساهموا، قدموا الإرشادات والأدوات، وأيضا قاموا بحصر أو جمع أفضل ممارسات هذا من الناس من حماية الأطفال، ولكن أيضا من قطاعات أخرى مسؤولة عن استراتيجية عمالة الأطفال. ونلاحظ ضمن الأدوات هناك إطار نظري أو آلية نظرية، مثلا التدخل على متعدد الأطراف على المستوى النفسي، وأيضا إجراءات وقائية تشمل قطاعات مختلفة. ولدينا أيضا رزمة التعلم، حيث هناك لاعبين من أطراف مختلفة. إذن هذا مهم لعمارة الأطفال. وأيضا أنت ذكرت لو كان لدينا حالات أو أدوات فعلية. لدينا العديد من الأمثلة، لكني أعرف بأن الوقت ضيق. نحن نسقنا بقوة مع قطاع الأمن الغذائي، بالتالي قمنا بأعداد ورقة وهي تسمى الحد من عمالة الأطفال في المجال الزراعي والأزمات الإنسانية، وعقدنا مؤتمر العام الماضي حول وضع حد لعمالة الأطفال في المجال الزراعي. ولكن أيضا
هناك الكثير من الحالات والممارسات التي جرى توثيقها، وأريد أن أسلط الضوء أكثر. لدينا مثلا الخدمات المتعددة الأطراف في لبنان، كان هذا ردا على الأزمة في سوريا. هناك برنامج يوفر حالات وأيضا يوفر خدمات شاملة للطفل، وتضمن هذا البرنامج خدمات متنقلة وثابتة وأيضا خدمات من مختلف القطاعات، وكذلك العمل مع أصحاب العمل وكذلك مساعدة الأطفال على التحصيل العلمي. هذا مثال، وهناك مثال آخر في سوريا حيث هناك طريق لمعالجة موضوع عمالة الأطفال في سن المراهقة، وتم إعداد هذا البرنامج بالتعاون مع الزملاء في أنغوشن بعدما أدركوا بأن هناك فجوة حيث لم تكن تشمل العملية المراهقين، لم تكن هناك مصادر بديلة للتمويل، وبالتالي الحل كان بتوفير فرص اقتصادية مع برنامج واش، ويمكنكم أن تقرأوا أكثر عن هذين البرنامجين وهذه النجاحات، وأن تحصلوا على مزيد من المعلومات. سأتشارك ذلك. كما ذكرت، هناك الكثير من الأدوات العملية التي تروج للتعاون فيما بين القطاعات، ويمكن لمختلف القطاعات أن تستخدم هذه الأدوات. نتحدث هنا عن علم عمالة الأطفال، يفترض لكل القطاعات أن تعرف ذلك. هناك أداة أخرى وهي ما المعلومات التي نحتاجها لعمالة الأطفال. هناك معلومات للعائلات ولأصحاب العمل، وهذا ينطبق أو يمكن أن تستفيد منها كل القطاعات التي تعمل مع هذه الفئات. سأتوقف هنا، أعود إليك إلينا، وسأتشارك الرابط في غرفة الدردشة. نعم، أعتقد أن هناك تعليق حول موضوع عمالة الأطفال في المناجم. أماندا، هل نظمنا نشاط معين حتى الآن حول المناصرة والبرمجة المندمجة؟ نعم، أعتقد أنه من المفيد أن نسلط الضوء على التالي في إطار عمل مجموعة المناصرة. موضوع بعدما تعقبنا التمويل لحماية الأطفال، نحن نخصص أيضا مساحة للبرامج المندمجة. هناك الكثير من التحديات التي تتعلق بالتمويل وتعقب التمويل، ولكن ما لاحظناه في ثلاث تقارير هو أن التمويل يتزايد، ونحن نتحسن في تعقب تتبع التمويل في قطاعات أخرى مثل الحماية والتعليم وغيره. نعم أماندا، ربما من المفيد أن نتحدث عن برامج مستمرة. ما هي الخطط التي تضع؟ ساندرا، هل تريدي أن تتحدثي؟ تخبرين عما تقومون به أنتم؟ نعم، بكل تأكيد. إذن نحن نعمل على تحديد إرشادات للعمل المتعدد الجوانب، وهذا يرمي إلى تعزيز التعاون مع قطاعات أخرى من أجل منع تجنيد الأطفال ومعالجة
الاحتياجات خاصة خلال فترة إعادة الاندماج. ومن أجل تحقيق هذا الهدف أجرينا استطلاع، حوالي 45 شخص استجابوا، ونتيجة هذا الاستطلاع كانت اختيار قطاعين أساسيين يريدون منا أن نركز عليها في الإرشادات الموجهة، والقطاعين التعليم والعيش. ونحن الآن ننوي تطوير هذه الإرشادات بالتعاون مع الجهات المعنية. سنركز على اللغة والمصطلحات المشتركة مع التركيز على المزيد من المصطلحات الفعلية الفعال. هذا ما ننوي القيام به. نحن نعرف أن نسمي الأمور بمصطلحات مختلفة، هناك الكثير من الكلام الأكاديمي أو التقني الذي يستخدم. إذن نريد إيجاد أرضية مشتركة وفهم مشترك لهذه المصطلحات. كذلك سنحدد مجالات المصلحة المشتركة والتحديات، مثلا الطريقة التي نعمل بها، كيف ننفذ البرامج. وفي النهاية نحن نريد إرشادات واضحة وبسيطة، وسنتشارك هذه الإرشادات مع القطاعات المعنية ضمن إطار عمل، ضمن إطار حماية الأطفال. وهذا يتضمن إطار مشترك مع نتائج مشتركة. نحن نريد أن نركز على نتائج لأن هذا أسهل. ما الذي نريد أن نحققه وكيف نحصل على موارد لتحقيق الهدف؟ وهذه طريقة أسهل للعمل، كما أننا نريد أن نضع بعض الحالات والتوصيات العملية. إذن هذا ما نخطط به نحن. يبدو هذا عمل مهم بالفعل، مثير للاهتمام. وفيما يتعلق بالعمل المقبل، أعتقد أن استيكماس قد بدأت أيضا بوضع الخطط التجارة. ما الذي تخططون له؟ Work that we really on different work streams, but where لدينا عدد من الخطط. وبعض العمل الذي نقوم به، نحن ننسق مع الجهات في مجالين التعليم والأمن الغذائي، تأمين الغذاء. والعمل أيضا نؤكد على العمل المشترك. ولدينا مشروع من المفترض أن يكون جاهزا في شهر آب أغسطس، وسنترجمه في شهر أيلول سبتمبر باللغة الفرنسية والإسبانية واللغة العربية. نتعاون مع جهات، ويمكنكم أيضا أن تحصلوا على المزيد من المعلومات عبر الإنترنت. أريد أن أسلط الضوء على مبادرة محددة في المجال التعليمي، وضع رزم حماية الأطفال، المشاركة والتعرف. نحن سنضع اللمسات النهائية على هذه المساعي، في وقت لاحق سنتحدث عن التعاون ما بين حماية الأطفال والتعليم، وأيضا مع القطاع الصحي والقيادة. وبين فصلي الصيف والخريف سنعمل مع 5 دول على تطوير وتجربة الأدوات التي وضعناها مع الجهات من قطاعات مختلفة في الدول. وأخيرا
نحن نعمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة. في وذلك من أجل تقوية الحماية، حماية الأطفال. كيف نرد وننفذ الخطط في إطار معالجة احتياجات اللاجئين؟ شكرا. أعتقد أن من ضمن النقاط المشتركة نحن انتقلنا من التفكير والتركيز على الذات وأصبحنا نفكر بالعمل مع الزملاء في قطاعات أخرى. أماندا، ربما تريدين أن تخبرينا ما هي الخطط الموضوعة لمجموعة المناصرة من أجل دعم هذه المشاركة. نعم، مع مجموعة المناصرة أصبح لدينا استراتيجية مختلفة، هي تنسجم واستراتيجية ألاينس، ونحن قمنا بتعديل الخطة، وهناك هدف موضوع وهو البرمجة على مستوى عدة قطاعات. إذن هناك ثلاث أمور أساسية في الخطة. أولا ما كانت تحدث عنه كلارا، هذا التعاون مع حماية الأطفال ومكلان إنترناشنال ومع مجموعة أخرى، جمع الأدلة على النجاحات والفرص التي تم تفويتها. نحن كمجموعة مناصرة يمكن أن نراجع ذلك وأن ندعم استخدام المناصرة أن ننقل الرسالة. أيضا الأهداف، أن نروج، نؤكد على أهمية هذا العمل، العمل التنسيقي والقيمة المضافة من خلال هذا العمل. ثانيا، وأنا أشعر بحماسة في هذا الموضوع، دعم المناصرة لأبحاث على نتائج الإغلاق المدارس على صعيد حماية الأطفال. سنتحدث عن ذلك بعد الظهر اليوم وسنمضي قدما، لن نطلق هذا الكتاب اليوم فقط بل سنواصل العمل، نعمل مع الزملاء من أجل إجراء حوارات بما في ذلك مع منظمات محلية ووطنية من كولومبيا والكونغو الديمقراطية ولبنان، وأيضا مع جهات وأشخاص من المجموعات الحقوقية الإنسانية كي نبحث نتائج الأبحاث وكيف كقطاع يمكننا أن ننقل هذه التوصيات كي نضمن حماية الأطفال في أي وباء مستقبلي لا سمح الله وإن حصل. وأخيرا، إجراء سلسلة من المشاورات مع أطراف أخرى حول كسب فهم أفضل للعوائق أمام العمل مع قطاع حماية الأطفال والتحديات المشتركة. ساندرا وآخرون قد ذكروا موضوع استخدام المصطلحات التقنية، ربما عمل مناصر لتحديد العقبات والتواصل مع الزملاء مثل هؤلاء في قطاع العنف الجندري وغيره لنفهم أين حققوا النجاح والتعميم والاستفادة من هذه العبر ضمن العمل الذي ننوي القيام به. أنا مستعدة للقاء الناس إذا أرادوا المزيد من المعلومات، وأنا أيضا مستعدة للمشاركة. أعود إليك إلينا، لا تزال هناك تحديات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، وهو هدف طموح قد وضعه التحالف أو ألاينس. إذا ما حتى ذهبنا أبعد من ذلك، ساندرا، ما هي التغييرات التي يجب أن نراها من أجل تحقيق الأهداف أو هذه الأولوية؟ شكرا. هذا سؤال صعب. لا، عندما أجرينا هذا الاستطلاع سألنا الناس ما كانت النجاحات والتحديات، ما الذي بحاجة إلى التغيير، ومن ضمن الأمور اللافتة وهذا ما لاحظته أيضا خلال عمل الميداني، أعتقد أن هناك حاجة للمزيد من التواضع
من قبل الجهات في قطاع الحماية حماية الأطفال. نرى ما برامج كفك حيث نقوم ببرامج نعد برامج إعادة الاندماج. تنفذ الجهات البرامج على صعيد العيش من دون وجود الخلفية التقنية المطلوبة. وأحياناً ليس دائماً أحياناً هذا يؤدي إلى جودة سيئة أو نوع عمل ليس بمستوى المطلوب. أحياناً مثلاً نقوم بتدريب الناس ويتم التعريف بناء على وجود المدربين في المكان الموجود. ومن دون أن نعطي المزيد من الدعم. ليس لدينا الخبرات الكاملة وبعض المنظمات قد تكون لها خبرات أخرى وقد تكون لديكم الخبرة في منظمة معينة وقد تسعوا للمساعدة من منظمة أخرى. نحن نهدف للتعاون مع بعضنا البعض وما نريد أن نحققه. وفي هذه حالة نريد أن للأطفال أن يعيشوا أن يكونوا مستقلين أن يقوموا ليحققوا ذلك. يجب أن يكون لدينا الخبرات من القطاعين مثلا من الصعب نحن مثلا قد إذا كانت مفقودة الثقة بقطاع هنا العاملين بحماية الأطفال لديهم يحظون بالثقة ولهذا نحن لن نقوم بخسارة التمويل أو أي شيء. ولكن الآن هو الأهم هو ما هي النتائج التي يجب أن نحققها وهو توصيتي بأن يكون هناك تعاون. إذن هل هناك سيلفيا أي توصيات؟ شكرا. كنت أفكر هنا عندما نفكر بالقطاعات المختلفة وخاصة بموضوع عمالة الأطفال أحدها هو موضوع التنسيق في موضوع عمالة الأطفال وفي طريقة الاستجابة مثلا وهو عنصر أساسي في الاستجابة لعمالة الأطفال. مثلا لدينا فريق عمل وطني في الأردن وبعض الدول لعمالة الأطفال التي يمكن أن تقوم بالدفع قدما لبعض المعلومات والتخطيط الاستراتيجي. ومن أهم الأمور هو كيف يمكن التقرير على أهمية التنسيق وبعض الأمثلة. مثلا هناك بعض القطاعات المختلفة التي تعمل للعمل على آلية خاصة بعمالة الأطفال. هذه من الأمور التي يمكن تقويتها وأن يكون هناك تنسيق وهيكلية تنسيق موجودة. ومن أيضا هي موضوع التقييم المحلي أو التقييم الوضعي كيف وهذا يساهم أيضا أن يكون هناك أخصاص وأن يكون هناك طريقة استجابة فعالة أكثر. إذن يحدد القطاعات المختلفة ما هي الاستجابات والأعمال الأساسية التي يجب القيام بها. وعندما نقوم بذلك من المهم جدا أن يكون هناك منهج متجانس ومتكامل
يكون هناك مؤشرات أساسية وتحاليل أساسية وتفسر بطريقة صحيحة. النقطة الثالثة هي التخطيط للاستجابة والتخطيط الاستراتيجي للاستجابة كما قالت ساندرا في القطاع الإنساني، وأن يكون هناك عاملين الذين قد يكونوا قامين من حماية الأطفال أو الأمن الغذائي أو الصحة، وندرك أن كل الوكالات الفردية يمكن أن تعمل مع بعضها البعض وتنسق لكي يقوموا بتقييم القدرات والمخاطر لكي يقوموا من الارتباط وأن يعطوا خدمات خاصة. يجب أن تكون هناك أيضا استجابة من مختلف القطاعات، هو أيضا كمان تحريك المصادر وتحريك المصادر والتمويل. نرى في عمل الأطفال أنه من التحديات هي أننا الوصول للتمويل حتى لكي نعرف ما هي حجم المشكلة، ونحن نريد التعاون مع مختلف القطاعات لتحريك الموارد وأن يكون هناك استجابة أكبر وأن تنضم عمالة الأطفال في الاستجابة الاستراتيجية الأكبر. مثلاً فنحن مجموعة الأدوات الخاصة فينا قد تساعد كيف يمكن أن نتطرق للموضوع إذا كان هناك أفكار جديدة وغيرها، ولكن أظن أن هي النقاط الأربعة التي يمكن أن نطور فيها. شكرا جزيلا. إذا جميعا يمكنكم أن تشاركوا بأفكاركم بالدردشة وغيرها، ولكي نحن لدينا طبعا نحن نعرف أن التمويل هو من أهم المصاعب والتحديات التي تواجهها مختلف القطاعات في العاملة في المجال الإنساني. طبعا بتاريخ هذا القطاع نرى أن التمويل هو مشكلة. الأولوية في التحالف هو مركزية الحماية وأن تكون الحماية في جوهر الاستراتيجية. كيف يمكن الربط بين البرمجة المتكاملة وأيضا القطاعات المختلفة، وكيف الارتباط بينهما وحماية الأطفال؟ نحن سنطرح هذا السؤال الصعب للمتحدثين ليفكروا فيه. أنا سوف أتحدث كمقدمة. إن حماية الأطفال هي مرتبطة بالالتزامات والمبادئ وأيضا المحاسبة وموضوع الاندماج المشاركة وغيرها. إن حماية الأطفال هي المعيار الأقل الذي يجب أن نحاول أن نعمله، لأن يجب أن نمنع أي المخاطر على الأطفال، ونحن نحن هذه هي مسؤوليتنا تجاه الأطفال. عندما نتحدث عن مشاركة الأطفال وغيرها هي جزء من الصورة، وهي من المبدأ العاشر من المبادئ لدينا. نحن يجب كيف ننظر كيف يمكن أن نرفع من برامجها وكيف نرفع من معاييرنا
وأن نستثمر أكثر بمساهمة فعالة ومشاركة للأطفال وأن يكون هناك برنامج متكامل في مختلف القطاعات العاملة في العمل الإنساني وأيضا أن نأخذ عن الاعتبار وأن نقي وندفع بالأذى بعيدا عن الأطفال إن البرمجة المتكاملة أيضا يجب أن تأخذ عين الاعتبار التحاليل والتقارير ويجب أن يكون لدينا منهج متكامل وتغذية راجعة لندعم شركائنا وأن يكون هناك محاسبة ومسؤولية. شكرا كيارا، هذا جواب رائع لما ما يمكن القيام به تجاه الأطفال ومنع المخاطر تجاه الأطفال. هل هناك أي التعقيبات يود المتحدثون أن تتحدثوا عنها؟ إذا لا، لدينا بعض الأسئلة التي جاءت من الدردشات التي يمكن أن نأخذها. من الأسئلة التي جاءت التي تحدثت عن الـ CPNS وهو موضوع التعاريف والمصطلحات، أنا أرى أنه عندما أعمل بالقطاع الخاص القطاعات الخاصة بأننا نتحدث عن المصطلحات، مصطلحات التكامل والبرمجة المتكامل بأننا نعني فيها لها معان مختلفة بمختلف القطاعات. من الأمثلة الجيدة السؤال هو حول التعريف والمصطلحات، كيف يمكن أن تكون هذا أسس؟ كيارا، أظن أنه يجب أن أدعوك للإجابة، أو هل هناك أي أحد يود الإجابة؟ أنا لا أظن أن لدي جواب، ولكن في الشتاء الماضي قد تحدثنا عن هذا الموضوع، ومن الاستشارات أن هذه العمليات والمصطلحات والعمل المتكلم وهو سبب للتشويش واللغط، وهي لا تعطينا أي فائدة. ولهذا عندما يتم ترجمة هذه المصطلحات بلغات مختلفة قد يكون لها معنى آخر. ومن أحد الاقتراحات التي جاءت من قطاع آخر هو يجب أن نستخدم كلمات مفهومة أكثر، هو موضوع التكامل، التضمين، عدم الأذى، الحماية وغيرها، وهي من نحن نعمل لنعيد النظر باللغة التي نستخدمها وأن نستخدم اللغة شائعة ومشتركة بين القطاعات. أنا أظن أن هذا صعب. أتمنى أن هذا كان جواباً لسؤالك. قد لا يكون الجواب السحري، ولكن جزء من الجواب. هل هناك أماندا؟
place or not. لن أتحدث كثير عن المصطلحات، ولكن ما كنت أنظر إليه وأنظر إلى العوائق التي كنا نواجهها بدون مع تحديات التمويل أيضا التي نواجهها. يجب نحن نريد المصادر البشرية والتمويل والوقت أيضا لكي نفهم اللغة ونفهم ما يقوم به الزملاء الآخرون في إذن الرسالة التي نقول لها يجب أن يكون لدينا المكان والوقت والمصادر المتاحة، وخاصة عند بداية أي مشروع، لكي نرى كيف يمكن الانسجام بين مختلف العناصر، وأن يكون هناك لغة مشتركة التي يجب أن تستخدم بين القطاعات. ليس هو بجواب، ولكن ما يمكن أن نقوم به. ساندرا، هل تودين أن تتحدثين أو؟ إن كافاك قد هو من المصطلح الذي لا يعرفونه الكثيرين، ولكن نحن كافاك هذه نحن سوف نضعها في التدليل الذي سنقوم به. هناك بعض التعليم وأن نفهم لماذا نستخدم هذه المصطلحات التي هي خاصة بالأزمات والصراعات. نعود لما نريد أن نحققه، ما نريد أن نقوم بتحقيقه. نحن يجب أن نعمل أن نفهم بعضنا البعض. أود أيضا أن أقول بأن مسؤولية المانحين في هذا هي ضرورية. فهم قد يعزز هذه الفردية بالعمل. اللغة هي مثلاً مخصصة لقطاع خاص، وأن نجمع بين هذا القطاعين ليس دائماً بالسهل. لنرجع لموضوع الكفك في السياقات الصراعات، نحن نريد أن نخرج الأطفال في بعض النشاطات الموجودة في مثلاً، ونحن الصراعات التي بأن المانحين لا يريدون القيام بتلك النشاط، وقد لا يفهمون تماماً احتياجات الأطفال بشكل الكامل. الأطفال قد لا يهتمون ما هو القطاع الذي يقوم بذلك، هم لديهم احتياجات ويجب أن نقوم بتلبية تلك الاحتياجات. طبعاً لا يوجد جواب شافي، ولكن هناك الكثير من الأفكار التي يجب أن نفكر بها. هناك سؤال آخر، السؤال هو حول القطاع الخاص، مثلاً الممارسات التي هي موجودة لكي نحمل القطاع الخاص بعض المسؤولية. نرى أن هناك موضوع مشاكل، وخصوصا برنامج عمالة الأطفال. لننظر مثلا ما هي الأعمال التي أو المساهمات التي يقوم بها القطاع الخاص مثلا.
في موضوع البرامج والبرامج المتكاملة. إذا كان هناك أي شيء يقومون بها، شكرا. لقد قمنا بمشاركة الكثير من المصادر التطرق لمشكلة عمالة الأطفال. يجب النظر إلى القطاعات الخاصة والنظر إلى القطاعات المختلفة، وخاصة القطاع الخاص، لكي نخفف من المخاطر من أولئك الذين لا يتبعون الأنظمة والقواعد، ولهذا هم يلعبون دورا رئيسيا في التعليم وغيره. هناك الكثير من الأعمال الأساسية في موضوع التوظيف أيضا، مثلا رفع التوعية، وأيضا توعية القطاع الخاص بهذه المواضيع. هناك في كثير من السياقات لقد تم تضمين القطاع الخاص بعمالة الأطفال من خلال لكي شرح بعض الأطر القانونية وبعض المصطلحات والتعريفات الخاصة بعمالة الأطفال. وهناك أيضا كثير من العمل اللي نقوم به مع أرباب العلم، وطبعا فريق العمل الخاص بعمالة الأطفال قد قام بالكثير من العمل مع القطاع الخاص والشركات الخاصة لتقوم بمنع عمالة الأطفال لكي يكون لديهم مساهمات بهذه المشكلة. إذن لدينا بعض الأمثلة التي في مختلف البلدان في أفريقيا، وخاصة في موضوع مثلا عمالة الأطفال في المناجم وغيرها. نحن نعمل على تضمين القطاع الخاص بهذه المشاركات، وأن حتى أن يشاركونا كفريق عمل بعمالة الأطفال. آيلو أيضا هي من أحد الزميلة في فريق العمل، قد قامت بتطوير الكثير من المصادر الخاصة بالقطاع الخاص ولأرباب العمل، وهو طبعا دور مهم وأساسي تلعبه القطاعات الخاصة لتفادي هذه المشكلة. شكرا سيلفيا. هناك بعض الأسئلة التي جاءت إلى الدردشة والتي ننظر إليها، وخاصة بما نأخذها من وجهة نظر البرمجة المتكاملة والقطاعات المختلفة. قادة المجتمع، وكيف يمكن أن تدعم العمل ورفع وعي المجتمعات حول عمالة الأطفال؟ هل هذا موجود؟ هل سوف نعمل؟ السؤال يتمحور حول إذا كننا سنعمل على مستوى المجتمعي ومع القطاعات المختلفة على المستوى المجتمعي. هل هناك ساندرا، هل تودين أن تجيبي؟ لما قمنا بالاستنبيان، أحدهم قال بأنه من السهل التنسيق على المستوى المحلي مع مختلف القطاعات، بمن أننا نقوم بهذا التنسيق على مستوى أعلى. كان مثير للاهتمام بالنسبة لي عندما كنت تكون على المستوى المحلي، عندما هناك عيادة موجودة على مفترق الطرق تستطيع أن تقوم أن تقدم بعض الخدمات. من السهل جدا أن نجمع الأشخاص لكي نأخذ آرائهم كيف يمكن أن نقوم معين، بينما أننا نذهب إلى العاصمة وأن نجمع مختلف الأفرقاء للاجتماع. إذن
هناك نقطة مهمة جدا لأن اللي كان نجعلها عملية وأن تستطيع أن نقوم على المستوى قد المانحين قد يكون لديهم إطار عمل جدا مهيب ومعقد وغيرها وأنا أظن أنه من الأسهل أن نجمع الأشخاص مع بعضهم البعض وأن يتحدثون لكي يكون هناك تجربة عملية وأن نتشارك بالآراء كيف يمكن القيام بعمل ما. إذن هذا البرمجة المتكاملة يجب أن تحدث من القاع و من المستوى المجتمعي. نعم إذا نتحدث كثير من الأسئلة حول موضوع تعزيز ورفع الوعي فيما يتعلق بحماية الأطفال وهذا على المستوى المجتمعي. سوف أضيف إذا أردنا أن نشرك الأطفال وأن نسمع أصواتهم وأن يكونوا هم جزء من المشاركة وأن نفهم احتياجاتهم وكيف يمكن احتياجاتهم وأن يقوم يجب أن يكون لدينا مناهج عملية تستطيع أن تقوم بهذا الشيء. ما هي الأفكار النهائية لهذه الجلسة التي قد تستطيعون أن تقولونها قبل أن نختم؟ صمت، أرى هناك صمت. نعم إنه من الصعب أن ساندرا تستطيعين التحدث. نعم إنه قصير. أدوات التعليم، مجموعة الأدوات الخاصة بكافك وعندما قمنا بتجربتها وغيرها وكيف يمكن أن نلبي احتياجات الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة وأن يندمجوا. رأينا أن هناك الكثير منها كانت على مستويات عليا ومن التدريبات التي قمنا بها استطعنا أن نجمع بين التجمعات في غرفة واحدة. التدريب كان منصبا على كفك ولكن خلال هذا التدريب كان مساعدا لكي نقوم بتأطير وفهم احتياجات هؤلاء الأطفال وما هي احتياجاتهم الخاصة وكيف يمكن تلبيتها وكان ساعدنا على فهم أيضا كيف يمكن أن نقدم الخدمات التعليمية لهؤلاء الأطفال. وإذا قمنا بالتدريب وقمنا مع بعضنا البعض على الطاولة وهي من أحد الأمور التي أفادتنا. شكرا لزملائي لكل فريق العمل. أود أن أذكر وأشكر كل المشاركين على التعليقات والتعقيبات التي قالوها في هذه الدردشة في هذا الاجتماع السنوي. الآن تستطيعون الذهاب إلى فايلو للانضمام إلى الإنفوغرافيك، مناقشات الإنفوغرافيك التي تقوم بتصوير المعلومات وعرض المواضيع عن طريق بوسترات وصور. وفي الساعة هناك جلسة حول مجموعات العمل. إذا كان
كانت تود أن تتحدث أكثر على موضوع البرمجة المتكاملة والقطاعات المختلفة، وأيضا هناك مسؤولياتنا تجاه الأطفال في سياقات النزاع والصراعات، وأيضا هناك جلسة أخرى حول تغيير المناخ وتأثيرها على الأطفال. وغدا سوف يكون هناك ما هو ما يجب أن نقوم به بعد ذلك من عند صعيد فرق العمل ومجموعات العمل. دعوكم لأن تكونوا معنا لكي نتبادل الخبرات والآراء. شكرا جزيلا وأدعوكم لاستراحة قصيرة. شكرا.